السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. ما تنسوش إخواني دعمونا بزر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. باش ما نطولش لأخوتي، مروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. عصابة تدافع عن عصابة، هيومو رايت شويتش تستفز المغرب والمغاربة من جديد. خطير جدا اعتناق أمينة حيدر للديانة المسيحية، وانتقلت من ناطقة باسم الصحراويين بين قوسين إلى ناطقة باسم المسيحيين. صحفي وسياسي لبناني يصفع ألمانيا وينتصر للمغرب. ميركل وبلغة صريحة تتهجم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتطلب هذا الطلب الغريب في سياسة رد لي من نجد وقتك. جنوب إفريقيا تستسلم للمغرب وتتبرأ من الصنادلية. بسبب دفاعهم عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الصنادلية تهاجم السعودية واصفة إياها بالعدو اللدود. رعب في إسبانيا بسبب الجيش المغربي، طائرات تحلق فوق رؤوس الإسبان وسبب ترسيم الحدود. هاجمت هيومن رايتس ويتش المغرب من جديد، حيث كتبت في تغريدة لها على منصة تويتر في استفزاز صريح أن النشطة الصحراوية سلطان نخية تتعرض لمضايقات من طرف قوات أمن المغرب وهي في بيتها. وزادت ذات المنظمة أن الأمن يضع قيود مراقبة مكثفة منذ أكثر من 3 أشهر، واضعة بذلك رابطا للمقال. والسؤال لهذه المنظمة، منذ متى كان من يحمل السلاح ويحرض على العنف ويتلقى تدريبات عسكرية ناشطا حقوقيا؟ أم أن تصنيف الناشطين أصبح على حساب أهواء الغرب ومن يدفع لهم لكتابة تلك الأسطورة؟ كشف مصدر مقرب من المناضلة المزورة أمينة حيدر رفض الكشف عن اسمه لدواعي أمنية عن اعتناق أمينة حيدر للديانة المسيحية، وأصبحت حاملة لواء التبشير والتنصير في مخيمات المحتجزين الصحراويين بتندوف، وبتوجيه من المدعو كيري كينيدي وبمباركة النظام العسكري الجزائري، وذلك بمقابل شروط مسبقة أهمها دعم كيري كينيدي للأطروحة الجزائرية بتقرير مصير الشعب الصحراوي والقيام بحملات إعلامية ضد المغرب وخاصة في أروقة الكونغرس الأمريكي بتنسيق مع النظام العسكري الجزائري، أفضت إلى الموافقة على دعم ومساندة نظام الجنرالات تحت حماية المنظمة العسكرية الثالثة بولاية تندوف لحملات التبشير في مخيمات اللاجئين بتندوف، كما فعلوا بمنطقة القبائل التي أصبحت فاتيكان التنصير في الجزائر. وهنا يتضح بالملموس سبب ترشيح المدعوة أمينة حيدر لنوبل للسلام، الأمر الذي يفسر العلاقة الحميمية الخاصة جدا بين كل من كيري كينيدي وأمينة حيدر، وحصول على أموال ضخمة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الدولية والعالمية لتجعل من نفسها أداة تحركها جهات معلومة. يبدو أن أمينة حيدر قد انتقلت بذلك من ناطقة باسم الصحراويين إلى ناطقة باسم المسيحيين في مخيمات اللاجئين بتندوف لضرب العقيدة الإسلامية، والتي أصلا تعج بآلاف الأفارقة المسيحيين. يضيف مصدرنا قد تم استحداث خلية صحراوية خاصة مهمتها حماية وتسهيل مهام المبشرين والمنصرين داخل المخيمات من الإسبان. انتقد الصحفي اللبناني خير الله خير الله تصرفات الدولة الألمانية تجاه المملكة المغربية، مشير إلى أن ألمانيا تمارس خارج حدودها عكس ما مارسته وما زالت تمارسه داخل حدودها، وأن هناك حقدا غريبا على بلد مسالم اسمه المملكة المغربية. واستغرب المحلل السياسي في مقال رأي نشره في صحيفة العرب تصرف دولة محترمة مثل ألمانيا بالطريقة التي تتصرف بها تجاه المغرب، موضحا أنه لا يوجد لتفسير منطقي للسلوك الألماني، وقد يكون التفسير الوحيد لهذا السلوك ذلك الماضي النازي لهذا البلد الذي لا يريد إدراك أن المغرب بلد مسلم لا يسعى سوى إلى استعادة وحدة ترابه سلميا تماما كما فعلت ألمانيا التي عادت وتوحدت
علميا بعد سقوط جدار برلين في عام 1989 وانتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضي. وشدد الكاتب السياسي اللبناني على أن ألمانيا يجب أن تدرك قبل كل شيء أن قضية الصحراء المغربية قضية مفتعلة تقف وراءها الجزائر، وهي تنتمي مثل جدار برلين إلى مخلفات الحرب الباردة، ورأى خير الله أن ألمانيا تكيل بمقياسين، حيث تقف فيما يخص المغرب تحديدا مع مخلفات هذه الحرب حيث يناسبها، تقف ضدها خصوصا حين يتعلق الأمر بمصالحها الذاتية. لم تستسغ ألمانيا بعد قرار تجميد الرباط جميع الاتصالات والعلاقات المؤسساتية والدبلوماسية مع سفارتها، إذ بين الفينة والأخرى تطفو على السطح معطيات وتداعيات من الجانب الألماني ردا على القرار المغربي السيادي. وفي تطورات صاحبة القرار، أبرزت صحيفة بير أونلاين الألمانية أن يورغن هارت عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا والذي ترأسه ميركل، أبرز أن حزبه تقدم برسالة لحكومتها يدعوها إلى مطالبة المغرب باسترجاع المساعدات التي منحتها إياه برلين في إطار مساعدات على تحقيق التنمية. وأوضح هارت أنهم تقدموا بسؤال كتابي إلى الحكومة الألمانية لحث الرباط على إعادة مبلغ 1.4 مليار أورو، مشددين في ذات السياق على ضرورة تقديم المملكة المغربية توضيحا رسميا تكشف فيها سبب تعليقها العلاقات المؤسساتية والدبلوماسية مع الجمهورية الاتحادية الألمانية، سيما أنه تجمع بين الجانبين علاقة شراكة طويلة الأمد. من جانبها هاجمت وزارة الخارجية الألمانية بحسب ذات الصحيفة بالقول: نراقب بقلق الأوضاع بالصحراء وما تقوم به المغرب في هذا الإطار، مؤكدة على أن موقفها من القضية لا تراجع فيها على اعتبار أن الأمم المتحدة تنظر في هذا الملف الشائك. أكد المرشح الجنوب إفريقي إلى رئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي أنه في حال انتخابه رئيسا للكاف في 12 مارس المقبل لن يدعم أي مساعي لدخول أي منتخب ينتمي لجبهة الصنادلية إلى الكاف. ووعد المرشح بعدم القيام بأي عمل يضر مصالح المملكة المغربية طيلة رئاسته للهيئة الرياضية الإفريقية، وينشط المغرب لمنع وصول أي شخص لا ثقة في نواياه بشأن قضية الصحراء المغربية إلى موقع القرار في الهيئة الرياضية الإفريقية. وقطع المغرب أكثر من مرة الطريق على محاولات تسعى إلى أن يكون للصنادلية مقعد في الكاف مثل مقعدها في الاتحاد الإفريقي. يذكر أن المغرب حقق مطلع العام الماضي يناير 2020 مكسبا سياسيا كبيرا لما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعترافه بمغربية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة الصنادلية. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا آنذاك تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر يؤكد من خلالها اعترافه بمغربية الصحراء. هاجمت مريم السالك أحمد عضو الأمانة الوطنية لجبهة الصنادلية بين قوسين والمقربة من إبراهيم رخيص زعيم انفصالية صنادلية السعودية وصفة إياها بالعدو اللدود خلال تجمع لها بتندوف. وقد حاولت هذه الأخيرة تأليب وشحن الحاضرات برسالة تحريضية ضد المملكة العربية السعودية بسبب مواقفها الداعمة للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء. ويتضح جليا من خلال هذه الخراجات والشطحات المسعورة والعدائية السياسية العامة وتوجهات الاستراتيجية لجبهة الصنادلية في مهاجمتها كل الدول العربية والأوروبية التي لا تتماشى مع أطروحة الانفصال وتقسيم المملكة المغربية التي تخطط لها الجزائر وتنفذها بكل أمانة وسمات جبهة الصنادلية. تفاجأت السلطات الإسبانية بأسراب الطائرات العسكرية المغربية والأمريكية والسفن الحربية بما فيها حاملة الطائرات
وهي تحيط بجزر الكناري بعدما لم يتم إخبارهم بموعد إجراء المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت هذا الأسبوع في إطار عملية مصافحة البرق التي أعلن عليها في الفيديو السابق، والتي احتضنتها السواحل الأطلسية المغربية على مشارف منطقة الصحراء المغربية وعلى بعد 50 ميلا من الأقاليم الإسبانية الذي لا يزال يعيش على وقع أزمة مع الرباط بسبب قرارها إتمام ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية. وأكدت صحيفة إلبيرو ديكو دي أرغون الإسبانية أن العملية الجوية أفاجأت العناصر المراقبة بمركز التحكم الجوي في إقليم الكناري، والذي لم يكونوا على علم بوجود حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة، حيث لم يعرفوا في البداية مصدر الطائرات التي فوجئوا بها وهي تحلق فوق أجواء الإقليم، مبرزة أن العمليات شاركت فيها أيضا إلى جانب حاملة الطائرات 5 مدمرات بحرية أمريكية أبحرت بالقرب من الأرخبيل الإسباني. وجرت المناورة بين سواحل إقليم أكادير في المغرب وجزيرة لانتاروتي التابعة لإقليم الكناري، وجرى نشر الأسطول الأمريكية السادس على بعد 100 ميل حوالي 161 كيلومترا من الطرف الشرقي للأرخبيل الإسبانية، وهو الأمر الذي كانت له فائدة على هذا الأخير كون أن تدريبات العسكرية تمت بالقرب من الممر البحري الذي تستخدمه شبكة الهجرة السرية للوصول إلى الجزر، مما أدى إلى خفوت نشاطها. ووفق الصحيفة فقد كان من الطبيعي أن تتسبب هذه التدريبات في ارتباك وهلع لدى السلطات الإسبانية، حيث إنها تأتي في ظل تخوف معلن من الحكومة الأقاليم للكناري من إتمام المغرب تنزيل القوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحرية التي صادق عليها البرلمان في يناير من العام الماضي، خاصة وأن الملك محمد السادس كان قد شدد في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في 7 نوفمبر 2020 أن هذه العملية جرت وفق مبادئ القانون الدولي. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى على أنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة مساء إن شاء الله.